تبكي؟ شلون نزلتك الدكتورة على إيديه؟ السلام عليكم، أنا رند من قناة داداتيز. من عنوان الفيديو عرفتوا أنه اشتريت سيارة جديدة، ومو أي سيارة، هي سيارة أحلامي. حتى لونها هو اللون الوحيد بالوطن العربي، يعني قد ما لفيتوا ورحتوا وجيتوا مستحيل 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 تلاقوا أي سيارة نفس لون سيارتي. بهذا الفيديو رح ورجيكم أول شيء كيف طلعت السيارة من وكالة تسلا، ردة فعل أهلي ورفقاتي على السيارة، لأنه يا جماعة تخيلوا أنه والله العظيم ما حدا على وجه الكرة الأرضية هي كلياتها بيعرف أنه أنا رح أشتري سيارة. للي ما بيعرف، لحتى تشتروا سيارة تسلا أول شيء بتروحوا بتقدموا طلب وبتطلبوه وبتغيروا أي شيء بتكون يا فيها. أنا أول وأكتر شيء كنت حابة غيره هو لون الجلد، مثل مو شايفين عملت الجلد أبيض لأنه بجنن هيك، وبعدين بياخدكم كذا شهر لتوصلكم السيارة. فبهي الفترة أنا حتى ما قلت لحدا، مع أنه هيك كان يعني نفسي أقول، نفسي أحكي لحدا، بس قلت لا، لحتى توصل السيارة وفاجئهم فيها قدام عيونهم. ما رح أحكي أكتر، شوفوا الفيديو. ما أعرف شو حاسة على فكرة. هذا هو مفتاح السيارة. أنتي ما بتخلي الاستخدامات الطارئة، أنتي already راح يكون عندك access على application، عندك الانترتينمنت سيستم بتبلش من الاركيد. وهي سيارتي هون طبعا حاليا، يعني نحن بالوكالة تبع تسلا، ما طلعتها لسه، ما مشيت ولا كيلومتر واحد. ما بتصدقوا أنا قديم متحمسة ومبسوطة يا جماعة. وأخيرا قد ما قلت لكم الشعور حلو، بس هو احلى. اخذتها للسياره هلا بكزدوره جميله، تورجيكم اياها من جوا. شنطتي جوا حاليا، انا شايفه حتى شنطتي كركبه، بدي اياها هيك تضل نظيفه ومرتبه للابد. يا رب شوفوا ما احلاها. لك شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، مين احلى؟ اكيد مو انا، انا ما بدي اياكم تقولوا انا احلى، هي طبعا. شوفوا ما احلاها، الله. هدول العدة اللي عطوني اياها، ما بتصدقوا الشعور اللي انا حاسسته. اكيد كتير حلو، يا رب كل واحد عم يشوف هذا الفيديو يعني يرزقه ويعطيه اضعاف هذا الشعور. وادعوا لي انه الله يعطيني خيره ويكفيني شره، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. المهم بدي اقولكم على شيء هو كتير مفاجئ، بس يا جماعة والله العظيم ولا حدا من أهلي حتى جودي ما بتعرف إنه اشتريت السيارة. بيعرفوا إنه أنا كتير بحبها إيه، بس ما بيعرفوا إنه اشتريتها. حتى رفقاتي المقربات ولا حدا بيعرف. باي باي، أنا رايحة في سيارتي يا جماعة. شوفوا أنا بس أكبس على هاي بقدر أحكي مع السيارة. Take me to Tesla showroom. أوكي، فهي عرفت شو بدي، حطت لي هون هيك وبس. بعد ما طلعت السيارة من الوكالة عرفت انه جودي بالمول، وبتوقع هي اكتر وحدة رح تنصدم لما تشوف السيارة، لانه كل الوقت معي ولا مرة قلت لها اصلا انه بدي اشتري سيارة. فرح اخذ السيارة وفاجئها فيها. حدا يقول لي انه بس بتعترف فيني. شلون جدي؟ والله والله انصدمتي؟ والله انصدمت، ما توقعت. قد ايه استغربتي؟ كثير صراحة. يا الله. حلوة حلوة كامبينج. واو. والله شو رأيك؟ حلوة. تاني يوم فقت من النوم وقلت لأهلي إنه حضرت لهم مفاجأة كتير كبيرة ولازم يطلعوا معي لبرا ليشوفوها، وردة فعلهم كانت بتجنن. صافي مغمض منيح؟ كتير. روح يا سار شوي، فتح عيونك. It's my car. يا حجر. والله والله ما عم بكذب، رايح يفتح علي يتأكد من الكود، بس قرب عليها رح تفتح. افتحها. اي ما جبتيها بارح؟ شو رأيك؟ حلوة. والله صافي اشتريتها، اقسم بالله حلفت. ما في مفتاح، لانه شوف انا بفتحها من الابلكيشن تبعي. مانك مصدق؟ ايه ماني مصدق. والله سيارتي، والله حلفت. ما شفت كيف لما قربت عليها فتحت؟ عجبتك؟ ايه كتير والله حلوة. كتير نعم؟ كتير حلوة. قد ايه حلوة يعني؟ كتير. لا والابيض حلو. ما رح تجاني حلم. والله نفس الشيء عم تسحبوني وانا مغمضة، بس جبتوا لي سيارة، بس بعرف انه الشغلة مو سيارة. شفتي انه نحن جبنا لك الك سيارة؟
يا بالحلم والله. فتحي عيونك. والله يا إليوت حكيت لك سيارة ما حكيت سيارة. واو تسلا. يس يلا حسوق. شو اللي هتسوي عادي بلاك كبو يا جماعة يلا. واو فيها نتفليكس، في عليها انترنت مفتوح للأبد، فيها يوتيوب، فيها ألعاب، فيها كاميرا من فوق قدامك، وحتى السيارة بتصور أي حدا من برا بيحاول يخدشها أو يقرب عليها. والله إجاني حلم، والله إجاني حلم. شفتي منام إنه سيارة؟ ما بعرف، مبارح كنت عم بحلم سكت السيارة الإيدي لأن شفت سيارة حماس. ليكي ليلي حتى هون شوفي الكاميرات كلياتها كاميرات. صار ظلام طبعا بس للأسف إنه ماما كانت صايمة فاستنينا المغرب يقدم. فتحي شيء كبير. حلو مبروك. الله يبارك فيكي. بعد كم يوم من استلام السيارة صار الوقت انه حط عليها لون احلامي. هلا رح اورجيكم ردة فعلي اول ما شفت السيارة. والله العظيم يعني ما توقعت قسما بالله. بتجنن قسما بالله بتجنن. يعني مو لون ازرق عادي، مو طبيعي، خيال خيال خيال. بس عن جد قولوا الصراحه شو رايكم باللون؟ تعرفوا كلمه خيالي؟ مو عادي، مو طبيعي، جاي هيك من الفضاء. هذا الوصف المثالي للون اللي عملته. كلمه خرافي قليل عليه. انت اخترتي لون كتير غريب وجديد وكان زي تشالنج، تحدي. أيوة. حتى لما طلبناه من الشركة خلال 4 أيام كان موجود هنا، انشحن بالطيارة مخصوص لرن بلاتي. رح قلكن على أحلى شيء، غير إنه هذا اللون بيجنن، في كمان عليه ضمان إنه أول شيء ما رح يتغير، بس في شيء أحلى إنه هو أعلى حماية بالسوق الإماراتي. السماكة تبعه 0.8 ملليمترز، وهي السماكة كتير عالية صح؟ هي أعلى سماكة بالسوق الإماراتي لغاية الآن. أنا قدي مبسوطة لما شفتها، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دائماً ادعولي وقولوا ما شاء الله وأنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو. اللي ركبته عليها هو شيء اسمه PPF. هذا الشيء هو بيعطي حماية كتير كبيرة للسيارة إنه ما تنخدش، ما يصير لها شيء، ما تخرب مع الوقت، وفي عليها ضمان لمدة 5 سنين إنه ما يتغير لونه. رح أحط لكم رقم المحل اللي غيرت عنده لون سيارتي تحت بصندوق الوصف. هذا المحل لو حابين تعملوا اي سيرفيس لسيارتكم روحوا وعيونكم مغمضة، لانه على ضمانتي الشخصية كتير مرتبين، كتير بروفيشنال، وشغلهم كتير حلو. والبي بي اف اللي انا حطيته من براند اسمه KDX، وهذا يعتبر اعلى كواليتي بالسوق الاماراتي، كتير 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 منيح، وبيوفر اعلى حماية للسيارة. وبعد ما غيرت لهم السيارة اخذتها لعند اهلي ورفقاتي ورجيتهم اياها وشوفوا ردة فعلهم. بدي اقول لك على شيء. شو؟ هلا رح صورك شيء وانتي قولي لي ردة فعلك. اوكي هلا بصوريني. ايه طيب شو بدك تطلعي فيني؟ اوكي غمضي عيونك، غمضي عيونك، يلا اوثقي فيني. واثقه فيك لو ما اضطرباش. افتحي عيونك. هاي شو رايك؟ واو هاي سيارتي. واو والله العظيم عن جد. والله العظيم يو كتير كتير لذيذه، كتير حلوه. كنتي بتعرف اني جبت سيارة؟ لا قولي والله. والله والله سيارة. والله العظيم. واو حبيبتي ألف مبروك إن شاء الله. حبيبة قلبي عن جد كتير حلوة إن شاء الله. ألف مبروك. الله يبارك فيك. عن جد فاجأتيني فاجأتيني وفرحت لك كتير كتير. أفكارك بتاخد العقل. بستاهل انتي صح؟ دلولة نانا وكلياتكم دلولات نانا. بس سبحان الله ليش بيقولولي اني رند غير ما بعرف، بس انا عندي اياكم كلياتكم سوا وبس انت يعني زيادة رزة حبة. يعني انا حفيدتك المفضلة. هلا انت هي حفيدتي الاولى واللي اول ما شافتها عيني. ليه عم تبكي؟ لانك انت لهلا وبكره وبعد بكره بتخيلك شلون نزلتك الدكتوره على ايديها وهي عم تترنح ومبسوطه فيكي من جمالك. يا قلبي انا والله ليك كاشفتيني صرت كبيره. الحمد لله ان شاء الله قبل وقت بفرح فيكي وبشوفك ببدله البيضة وبعريس بيستاهلك الحقيقه. امين.
فجرتي فيني العواطف هلا. ايه طيب حلو هذا الشيء. واحد اثنين ثلاثة افتح. ايه او ماي جاد اتس سو نايس. شو رأيك؟ حلوة كتير. Is this Leona? Oh my god, حأضربك. Where are we going? يلا guys صفينا. اوكي. لا تفتحوا عيونكم. وين صفي؟ هيلب مي ليف صفي او الفل. خليكي مغمضة. اوكي. لفوا. ما شاء الله. I actually love that color. ما شاء الله. واو. You got it custom made? Yes. Oh my god, you know I've never seen that color before. ما شاء الله. I didn't expect blue. واو. ما شاء الله مبروك. طيب عن جد عن جد شو رأيكم باللون؟ هو 10 على 10 10 بنسبة يا والله. واو أحلاها. مبروك مبروك يا عمري مبروك. تتهني فيها بتجنن بتجنن. ما شاء الله ما شاء الله أحلى لون بالعالم عن جد والله العظيم. صافي بتعرف إنه هذا اللون ما موجود بالإمارات كلها. أنا أول سيارة بتحطه عن جد؟ اي أيوة والله. تخيلوا انه غيرت لون السيارة ولسه رفقاتي المقربات ما بيعرفوا اصلا انه انا اشتريت سيارة جديدة. فشوفوا ردة فعلهم. راح اقول لك هي السيارة. المفاجأة كلبي يا جماعة. روح. الله يبارك فيكي. شوفين خير إن شاء الله. إن شاء الله. شو متوقعين أنا جايبتكم لهون ليش؟ ولا شيء. والله ما حاول. ما في صراحة. ما في سبب؟ طيب عطوني سبب صغير. مش كان حاول أفكر إنه مخاف طلعت. ما حد رجع تجيبنا لهون فكرة. أوكي. شركة. طلعوا وراكم. تسلم. تسلم. سيارتي. جبتينا لهون وعند الضوء فقلت شو بده هاي شو بده ضوء بتجينا عقد شيء. بس شو رايكم بالسياره؟ بتجنن بتجنن. طيب لونها واضح عليكم؟ لونها مش طبعا يعني بيبي بلو كثير كيوت. ولهون بنكون وصلنا لاخر هذا الفيديو. ادعوا لي الله يعطيني خير هي السياره ويكفيني شرها يا رب العالمين. هدول هن ثلاث تعليقات اللي اخترتهم من اخر فيديو. اذا حابين يطلع التعليق تبعكم اكتبوا اي شيء بيخطر ببالكم تحت بالكومنتات. وبحبكم كثير يا احلى ناس وسلام.